اللايف ستايل بتاعه بقى أكله. ازاي بقى يا دكتور؟ اللايف ستايل بتاعه ينام كويس جدا على عكس ما الناس ما بتعمل. انت لسه بتقولي كنت بنام ساعتين. بنام ساعتين. لا طبعا. يقلل التركيز طبعا. ازاي بقى يقلل من التركيز جدا؟ انام كويس جدا بتاع السبع ساعات ولا حاجه انامهم، اقسم نومي ما بين الليل وشويه الظهر عشان اقدر افصل اليوم بتاعي. الاكل، اكلنا بتاع الخضروات والفواكه مهمه جدا عشان الفيتامين، عشان كمان ما اكلش حاجات فيها دهون كتير وتخلي فيه حاله من الخمول. المشي مهم جدا. انا مش هقول انت الطالب من دول يقدر يقعد على الموبايل شويه بس تقول له امشي، يقول لك لا ما امشيش. لا، انت تقدر تستقطع نص ساعه تتمشى تحت البيت شويه كده، تمشي الدوره الدمويه بتاعتك، يشم هواء جديد. يشم هواء. وبعدين عايز اقول لك حاجه، المشي بيقلل التوتر جدا جدا. طبعا والله. طبعا المشي بيقلل التوتر بنسبه كبيره قوي قوي. يعني لو حتى لو نص ساعه بس كده كل يوم والتاني تتمشى في الهواء، تشم، تغير جو. الموبايل، السوشيال ميديا والتواصل مع زمايلك ده بيوتر جدا 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 في الامتحان. انت ذاكرت دي الحته دي، انا حسيت انها مهمه، فلان قال الحته دي. والمراجعه بعد الامتحان، بعد ما الشخص بيطلع من الامتحان ويلاقي ان اجابته مختلفه شويه، ممكن تبقى اجابته صح والتاني هو اللي غلط، اول ما بيشوف اجابه مختلفه بينهار طبعاً. وينعكس ده على الماده اللي بعدها على طول. فاثناء الامتحانات بلاش الجروبز دي بتاعت الامتحان، خلاص احنا عدينا مرحله طبعا مهمه جدا اثناء الدراسه نفسها، عشان بنجمع الورق، بنجمع المعلومات والتواصل وكل حاجه. ومع مع الناس زمايلنا في بنتواصل معاهم. دخلنا في جو الامتحانات، لا من فضلك انت لو عايز تدخل تشوف حاجه ترفيهيه احسن لك. تغير مود وتغير جو اضحك اضحك، غير جو، غير مود، اعرف اخبار زمايلك العاديين. لازم يفصل، ما نتكلمش، لازم يفصل اصلا، لازم يعني يفصل، يفصل خالص. انا ما ولا يذاكر ولا يبص للكتاب اساسا للكتاب شويه، وبعد كده يبقى يرجع تاني يراجع. بالظبط. ومش لازم، واقول لزمايلك مش لازم نتكلم يا جماعه، كل ما نتكلم هنتكلم في ده بيزود من التوتر. وبعدين بيؤدي الى امراض نفسيه، ارهاق، قلق، قله نوم. طبعا بيوصل لاكتئاب كمان يعني.